اولا احنا كنقابه احنا مش ضد الموسيقى، احنا نقابه مهن موسيقيه، فاحنا مش ضد الموسيقى خالص ايا مكان شكلها. انما احنا في الموضوع ده تحديدا كنا ضد الكلام المسف وضد الكلام المبتذل، لان احنا برضو مجتمع شرقي عنده عادات وتقاليد، فما ينفعش نبقى مبتذلين قوي ونبقى فجين قوي في الكلام اللي بيتغنى. اما بخصوص بيكا، بيكا عنده جلسه يوم 31/10، اما نشوف هيتم فيها ايه وبعد كده ربنا يسهل.